بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم تتشهد مدينة فاس وجمهور ديال المغرب الفاسي واحد الحدث اللي زوين، افتتاح متجر الرسمي ديال المغرب الفاسي اللي كان جمهور لطالما طالب به. الحمد لله السيد رئيس اسمها الجامعي في ضمن الاستراتيجية ديالو والعمل الكبير اللي تقوم به كان هو تهد المتجر في المخططات ديالو. الحمد لله كما تنقولوا بان في أرض الواقع، كان واحد العمل كبير. الحمد لله تتشوف واحد الإتقان واحد الجمالية في هذا. والرسالة اللي بغيت نبلغها للجمهور ديالنا ما يجيو يقتنيوا من المتجر الرسمي ديالنا باش نعاونوا الفريق ديالنا بمنتوجات اللي هي أصلية، وباش إن شاء الله باش يرجع فاس كله صفر، وإن شاء الله بإذن الله نتوجوا في التالي ديال هذا الموسم اللي غادي يرجع بالرجوع للمكانة ديالنا ورجعوا للمكانة الصحيحة ديالها ضمن الكبار إن شاء الله بإذن الله.